السلام عليكم متابعي قناة حكاية التاريخ، وأهلا بكم. في هذا العدد سوف نتحدث عن سكة حديد الحجاز وكيف تم إنشاؤها من طرف السلطان عبد الحميد الثاني في وقت يعني كانت فيه الدولة تعيش تضعضع وتعيش يعني انهيار وتعيش فقر وتعيش يعني سياسة متأخرة مقارنة بالدول الأوروبية. في منتصف القرن 18 أيها المشاهد الكريم، ظهرت ثورة صناعية في بريطانيا. هذه الثورة غيرت أحوال العالم، وتمكنت بريطانيا من استعمار بعض الدول الضعيفة، وقامت بإنشاء سكة حديدية فيها لإرسال الجنود إليها والمساعدة على تسريع استثماراتها بها ونهب ثرواتها. طبعا الدولة البريطانية حينها كانت في أوج تطورها، أوج تطور الرأسمالية، هناك مصانع، هناك يعني صهر الحديد وتحويل الحديد إلى سيارات وإلى أشكال وإلى دبابات وإلى يعني كانت الدولة البريطانية جد جد متطورة. فاستطاعت هذه الدولة يعني أن تجعل استثماراتها ضخمة، والأساس في كل هذا أنها سوف تحتاج إلى مادة خام. فالمادة الخام من أين سوف تستخدمها؟ طبعا من الدول التي سوف تستعمرها. فاستعمرت إفريقيا واستعمرت دول كثيرة كمصر، وقامت بإنشاء قناة السويس خدمة لها فقط، وقامت بإنشاء الكثير من السكك الحديدية، وكانت يعني معروفة بإنشاء السكك الحديدية، حتى أن السلطان عبد الحميد قد سقط في شنآن مع محمود باشا فقط حول من سوف ينشئ خط سكة الحديد الحجازية، هل ألمانيا أم إنجلترا؟ اعتلى السلطان عبد الحميد حينها سدة الحكم، فكتب السفير الإنجليزي الذي كان سفيرا في الدولة العثمانية، كتب رسالة إلى حكومته يقول فيها إن السلطان عبد الحميد رجل ضعيف البنية وضعيف التفكير، وإن الدولة ساقطة لا محالة. لكن الدولة الإنجليزية كانت مؤمنة بذلك، يعني كانت مؤمنة بأن الدولة العثمانية سوف تسقط لا محالة، خاصة وأنه تم اقتطاع الكثير من أجزائها، وتم يعني هي متأخرة اقتصاديا مقارنة بالدول الأخرى، ثم أنها فقيرة اقتصاديا، الخزينة جد جد فقيرة، ثم مداخلها أيضا يعني يشوبها الفساد الإداري والرشوة والخيانة والسرقة أيضا وخيانة الأمانة، وبالتالي هذه الدولة سوف تسقط لا محالة. لكن ظنون الإنجليز خابت. لماذا؟ لأن السلطان عبد الحميد حكم 33 عاما، 33 عاما من العدل، من زجر الخونة، 33 عاما من استثمارات، من إنعاش الاقتصاد، من محاربة الأعداء في الداخل والخارج. كان من أهم مآثر السلطان عبد الحميد الثاني رفض بيع فلسطين لليهود، وكذلك سكة حديد الحجاز. لم يلتفت السلطان عبد الحميد للمثبطين الذين قالوا باستحالة إقامة مثل هذا المشروع، وفور إعلانه عن المشروع شنت الصحف الأوروبية حملة تهكم كبيرة على السلطان ومشروعه بهدف ثني السلطان عنه وإسقاط الدولة العثمانية. فأرسلت بريطانيا جواسيسها لتخريب هذا المشروع، فقد تكلفة المشروع ميزانية الدولة العثمانية، فعرضت بعض البنوك الأوروبية قروضا لتمويله مقابل امتلاك أسهم فيه، فرفض السلطان ذلك رفضا قاطعا حين قال إن هذا الخط ليس ملكا لي، بل ملك لجميع المسلمين في جميع أرجاء العالم الإسلامي. وقد كان مشروع سكة حديد الحجاز نقطة الخلاف الأبرز بين السلطان عبد الحميد وصهره محمود باشا، حيث كان محمود باشا يميل لكفة الاستعانة بالإنجليز لإنجازه، لكن السلطان عبد الحميد لم يكن مرتاحا أو مطمئنا للإنجليز، وكان ينوي عكس ذلك الاستعانة بالمهندسين الألمان. أعلن السلطان في جميع أرجاء العالم الإسلامي عن أكبر حملة تبرع لبناء خط سكة حديد الحجاز، وتبرع من ماله الخاص بمبلغ 50,000 ليرة ذهبية، وكانت تعادل ثروة في ذلك الزمان لصالح المشروع. كما خصص 18% من ميزانية الدولة للمشروع. تسابق مسلم العالم للتبرع، ووصلت أكبر التبرعات من مسلمي الهند، إلا أنها رغم ذلك لم تكفي،
فماذا فعل السلطان؟ طبعا هذا مشروع أو هكذا مشروع هو مشروع ضخم جدا وتلزمه الكثير من السيولة من أجل إنجازه. أمر الجنود العثمانيين، السلطان عبد الحميد أمر الجنود العثمانيين بالمشاركة في بنائه، فبمشاركتهم لا يضطر لجلب أيد عاملة ويوفر الأجرة العاملة، وعند انتهاء المشروع يتقاعد الجندي نهائيا. إلا أن العجز استمر، فجاءت فكرة الملصقات وطوابع البريد لسكة حديد الحجاز، فأمر بطباعتها وأمر الدوائر الحكومية بعدم قبول أي معاملة ما لم يكن عليها طابع سكة الحديد، واستحسن الشعب تلك الفكرة وأصبح دخل الطوابع لخط سكة الحديد. ورغم ذلك لم تكفي تلك الإجراءات لميزانية مشروع، وكادت أن تأيد فكرتها، فتدخل السلطان مجددا وأمر بإجراء جريء، حيث أمر بحسم جزء من مرتبات موظفي الدولة لصالح إقامة خط سكة الحديد، وقال إن الحسم مرتجع حال انتعاش ميزانية الدولة. بدأ العمل في المشروع في سنة 1900، وأسند أمر البناء إلى مهندسين مسلمين، ونظرا لأن كلية الهندسة افتتحت قبل 7 سنوات في إسطنبول، فإن الخريجين لم تكن لديهم الخبرة الكافية، فبحث السلطان عن أعظم وأشهر مهندسي السكك الحديدية في العالم حينها، فكان هناك المهندس الألماني مايسنر. أيها المشاهد الكريم، سوف نواصل معك في جزء جديد حول سكة الحديد، فابق على تواصل معنا بالنقر على زر الاشتراك وكذا الجرس. إلى اللقاء.